بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن حاجة جميلة جدا في الاري فانكشنز وهي اسمها اري يونيك يونيك يا جماعة كلمة بنشوفها كتير جدا يونيك معناها ان الحاجة دي فريدة من نوعها اري يونيك باختصار شديد لك العناصر المتكررة جوه الاري بتاعتك نفترض ان انت عندك اري فيها عشرين عنصر وفيهم اكتر من عنصر متكرر الاري يونيك بتطلع لك اري فيها العنصر المتكرر ده مره واحده والباقي كله بتشيله بتشيل مين وبتسيب مين بتخلي اول واحد يقابلها في الاري وتشيل الباقي كله يعني عندك اسامه متكرر اربع مرات تخلي اول واحد وتشيل الباقي كله بالكي بتاعه طيب تعالوا نشوف مع بعض الكلام ده كله هعمل انا اري جواها اسامه اسامه تاني احمد سيد احمد تاني اسامه تاني بعد كده هطبع الاري بتاعتي بالشكل ده قبل ما اعمل فيها اي حاجه عشان اوريها لكم اهو وبعدين نشوف الاري يونيك بتقبل ايه الاول ادي هعمل اري اسمها يونيك واقول له اري يونيك الاري يونيك يا جماعه بتب بتقبل اول حاجه طبعا الاري اللي هي تشتغل عليها بعد كده السورتنج تايب السورتنج تايب او السورتنج فلاج اللي اتكلمنا عنه في السورت قبل كده واتكلمنا عنه يا جماعه في الدروس اللي فاتت بالتفصيل عشان ما نعيدوش تاني ونطول وقت الدرس اللي هو الديفولت بتاعه السورت ريجولار اللي هو بيرتب البيانات اللي جوه الاريه من غير ما يغير النوع بتاعها وفي سورت سترينج اللي هو زي ما اتفقنا وعملنا امثله عليه في الدروس السورت اللي فاتت في الاريه اللي هو بيحول الارقام لسترينج ويبدا يرتب لك العناصر كلها اللي جوه الاريه طيب أنا هقول له Array يونيك هعمل Array يونيك للاري بتاعتي العادية دي عشان أطبعها وأشوف هيعمل لي إيه وأروح طابعها تاني تحت الاريه العادية بتاعتي دي وبعد ما أطبعها هنشوف مع بعض حالًا إيه اللي هيطلع. آدي هي الاريه الأصلية أهي وآدي الاريه اللي طالعة اليونيك اللي هي ما فيهاش حاجة متكررة. أسامة الأولى رقم صفر موجودة، رقم واحد شالها بالإندكس بتاعها شايفين؟ صفر اتنين واحد مش موجودة. أحمد رقم اتنين موجودة، سيد رقم تلاتة موجودة احمد رقم اربعة شالها لان موجودة قبل كده اهي واسامة رقم خمسة شالها لانها برضو موجودة هنا وهنا فبالتالي طلع لك جي الاري يونيك طلع لك اري كاملة زي بتاعتك بالظبط لكن ما فيش ولا عنصر فيها متكرر ودي معنى كلمة اري يونيك المطلوب منكم يا جماعة علشان تحترفوا البرمجة ان شاء الله ان انت تجرب تجرب بنفسك كل حاجة جرب الفانكشنز دي على كل حاجة في حياتك انت تعرفها وكل حاجة في البرمجة وجرب تستخدمها بنفسك طبعا ان شاء الله في الليست الخاصة بالبي بي توتوريال زي ما قلنا في كل درس والناس زهقت كل الحاجات دي والاري يونيك والكلام ده كله باذن الله هندخله في دروس وافكار برمجية والدرس ده بيكون مرجع عشان ترجع له لو مفهمتش الفكرة البرمجية ترجع للدالة او الفانكشنز هنا علشان تشوف شرحها بالتفصيل الممل طيب يا رب يا جماعة الاري يونيك تكون سهلة وبسيطة عليكم وباذن الله يكون الدرس سهل واشوفكم ان شاء الله في درس جديد وشكرا